الآن نذهب إلى عمان ومعنا من هناك غيث الرقاد مراسل الغد. غيث، يعني هناك جديد الموقف السياسي الأردني، زيارة بايدن، إلغاء القمة التي كانت مقررة في عمان، وأيضا الحديث عن الشارع الأردني، تفضل. صحيح حازم، تطور الأحداث الأخيرة في قطاع غزة أدت إلى إلغاء زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة وإلى عمان تحديدا، وإلغاء هذه القمة اللي كانت منوي عقدها للتباحث في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. نحن الآن في الشارع الأردني، العديد من المواطنين يتظاهرون الآن في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، وتحديدا في منطقة الرابية، حالة من الغضب الشعبي الكبير الذي يحيط بهؤلاء الشباب الذين تجمعوا، الذين حاولوا اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في عمان ومحيط هذا المبنى، إلا أن السلطات الأمنية استطاعت أن تفرق هذه الجماهير بالغاز المسيل للدموع ومنعتهم من التقدم اتجاه هذه السفارة. اليوم هناك موقف شعبي حازم، هناك تعاطف كبير مع هذا العدوان على الأهل في قطاع غزة، هذا العدوان، هذه المجزرة التي يرتكبها العدوان بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، هذه الحرب التي لا ترحم لا شجر ولا حجر ولا حتى مدنيين. يعني كما تشاهدون في هذه الصورة من خلف الشبان الأردنيين يتجمعون لإبداء رأيهم فيما يتعلق بهذه الأحداث التي تدور في قطاع غزة وتعاطفهم مع الأهل في قطاع غزة. هذا العدوان الذي استهدف مستشفى في قطاع غزة وقصف المدنيين في القطاع ولم وارتكب هذه المجزرة الكبيرة. اليوم إذا ما تحدثنا مع هؤلاء الشباب حول هذه الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، حول هذه الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال على الإخوة والأهل في قطاع غزة، ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وأول الفدائيين. إحنا أول إشي طالعين هنا للغضب، ليس على قطاع غزة وحده، احنا طالعين للغضب على المسجد الأقصى، المسجد الأقصى اللي للمسلمين كلهم. فرنسا حشدت جيوشها وبعثتها لإسرائيل، بريطانيا حشدت جيوشها وبعثتها لإسرائيل، أمريكا حشدت جيوشها وبعثتها لإسرائيل، الدول الأوروبية اجتمعت علينا، أمريكا اجتمعت علينا، إسرائيل وكل حلفائها اجتمعوا علينا، وإحنا العرب شو سوينا؟ شو سوينا احنا العرب؟ قبل سنتين في معركة سيف القدس لما نزلنا على الكرامة وطلبنا بفتح الحدود، انضرب علينا رصاص الحي فوق روسنا وتحت رجلينا عشان نرجع لورا، وقلنا معلش كرمال القدس. بعد سنتين بتتكرر نفس الشغلة، والجمعة الماضية بننزل على الكرامة وبنضرب علينا رصاص حي مرة ثانية. احنا طالعين فداء للمسجد الأقصى، احنا ما بندافع عفوا منك. وهذا الغضب الشديد، هذا الغضب، المطالب الشعبية اليوم تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، إلغاء جميع المعاهدات، إلغاء جميع المعاهدات التي تربط المملكة الأردنية الرسمية مع الكيان الصهيوني. هذه الغضبة التي تشعرون فيها من حولي، هذا صوت الشباب اليوم جاء يتظاهر أمام السفارة الإسرائيلية، أمام هذا العدوان الغاشم بحق المدنيين في قطاع غزة، أمام هذه المجزرة الكبيرة بحق. نحن لا نتحدث اليوم، هناك الآلاف من هؤلاء الأردنيين يتظاهرون في جميع محافظات. نعم غيث، ابقى معنا.